كيلو الفراخ بقى بكام؟ الفراخ ب29. تمام، ده صاحية. اه. ومذبوحة ومتنضفة بكام؟ لا مذبوحة وراك ب30 جنيه. تمام، كيلو البانيه بكام؟ البانيه ب68 جنيه. ب60 جنيه كيلو البانيه. كيلو بقى الهياكل دي. ده بكام؟ نعم ده ب12 جنيه. كيلو الهياكل بقى ب12 جنيه. غالي يعني اعمل ايه بقى؟ في بقى بني ادمين بيجوا يشتروا منك كيلو الهياكل ده يشتروا؟ اه غصب عنهم. مفيش فلوس. يعني الناس بقت بتاكل هياكل؟ اه الناس تعبانة. تمام. وياخدوا يجوا الناس تعبانة. طب ثواني شوف الناس. حاجة انا معايا واحد عيان ومريض. اه. النهارده عنده جلطة. اه. وتعبان في لسانه، جلطة في لسانه ومخه نزيف كله. هعمل ايه؟ بجيب علاج ب 1000 واخذ 800 جنيه كل 3 أسابيع. تمام. ومحدش اقول لك ايه في البلد دي، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. واهو بص اهي اهي اهي. اهي انا لو بكذب عليك اهي دي الهياكل حضرتك. اه اهي معلش طلعيها برضه عشان الناس تشوفها. اهي اهي اعمل ايه؟ قول لي انت كده يا ابني. والله انت عارفه الهياكل دي اصلا اكل ايه حضرتك؟ ما اعرفش اهو. كلنا يا ابني هعمل ايه؟ واحد مريض وعاوز شوربه ولسان عصفور مخزن، واقول لك ايه، وشرب الخضار وما بياكلش عشان لسان نزيف وجلطه في بقه. بس هي على قدها يعني. وعلى قد معيشه اجيب فراخ، معيشه اجيب لحمه غاليه، مع اقول لك ايه يعني اكذب يعني؟ الصراحه حلوه. ليه انت داخله حضرتك الشهر كام طيب؟ ما هو انا 320 جنيه معاش، وابني بيديني 200 جنيه وماشي بيجيب علاج لابوه كتر خيره، معاه عيله وبيته كتر خير، وانا لسه جايب لي علاج ب 75 بالليل في الفجر، عندي خشونه في الجرايه. الف سلامه لحضرتك. ادي يا ابني هعمل ايه؟ ربنا اللي يعلم بالواحد. على قد صحيح. مش عايزه اعرف. الحاجه بقت غاليه قوي. اه بالظبط. الحاجه بقت غاليه، الواحد ما بقاش قادر يمشي ارضا بحاجه. انت حضرتك برضه بتجيبي هياكل فراخ؟ اه زيها. حضرتك برضه بتجيبي هياكل فراخ؟ اه بتجيبي هياكل فراخ. اه طبعا. انت عارف الهياكل دي اصلا اكل ايه؟ انا بقول لك اكل الكلاب. قلت لك اكل الكلاب هنعمل ايه؟ نصيبنا كده الحمد لله. باخد يوم مصروف 20 جنيه ويوم ما اخدش. اه بس كده. بتاخدي مصروف من مين حضرتك؟ من جوزي. وجوز حضرتك بيشتغل ايه؟ شغال سواق على باب الله. ماشي. الحمد لله الحمد لله. تمام، الف شكر لحضرتك. شكرا جدا.